بعد تعرضها لإصابة كانت من الممكن أن تنهي مسيرتها الرياضية، عادت إسراء عويس وأحققت أول ميدالية فضية لمصرية في الوثب الطويل في ألعاب البحر المتوسط في تموز يوليو عام 2022. الرياضية المصرية البالغة من العمر 24 سنة كانت قد فقدت الأمل بعد سماعها قول طبيبها قبل شهور بأنها قد لا تتمكن من ممارسة مسيرتها مرة أخرى بسبب إصابة في الكاحل. ده كان احساسي وحش جدا، انا عيطت وانا قاعده قدامه، يعني اللي هو انت بتقول ايه؟ طبعا انا كنت في حته ويعني يعتبر مشيت نص الطريق، عايزني ارجع الطريق ده كله تاني. مع رحلة تأهيل دامت 7 أشهر تمكنت إسراء من اللعب مرة أخرى واحتلت المركز الأول في بطولة محلية وحققت ميدالية برونزية أخرى في بطولة إفريقيا لألعاب القوى لتصبح الميدالية الأولى لمصر منذ عام 1990 في هذه البطولة. لكن إسراء عويس الآن بحاجة إلى الدعم من أجل الاستعداد لبطولة العالم لألعاب القوى في عام 2023 ولاحقا أولمبياد 2024. المدير اول حاجه في الدعم احنا عايزين الملعب تاني، ده الملعب اللي هيتمرن دي بتجيب اصابات كل اسبوع. طبعا اسراء محتاجه الفتره اللي جايه اهتمام كبير جدا عشان خاطر نقدر نتاهل. احنا محتاجين نعمل معسكرات بره، محتاجين نعمل معسكرات داخليه، نلعب ميتنج. وكانت نسبة عدم قدرة الرياضية إسراء عويس على ممارسة ألعاب القوى مرة أخرى 90% حتى بعد إجراء عملية جراحية وفقاً للطبيب.